عامل ايه في الكتاب؟ كويس. في الجزء القندرة 21 لك انك يا ابني ما حفظت حتى اول جزء. قوم اعمل الكوباتشات ابو تعالى. قوم. السلام عليكم ابو محمد. عليكم السلام يا ابو رضوان. زي حالك؟ تفضل تفضل. مبارك. زي صحتك؟ رضوان ده. رضوان والله ولسه جاي من برا. لا كبر رضوان، بسم الله ما شاء الله عليك. كان مسافر ولسه جاي. لا كبر، اللهم صل على النبي عليه. عامل ايه يا ابو محمد؟ الحمد لله والله. والله احنا قلنا نجي نشرب معاك الشاي انا ورضوان ونتكلم معاك في موضوع نسب ان شاء الله. والله شرفتونا ونورتونا والله يا ابو رضوان، ومش هلاقي احسن منكم والله. وبصراحه زي ما انت عارف الوقت كان مسافر واديله اربع شهور جاي، ويا دوب فتحنا امبارح بس في موضوع الجواز، وانا والله قلت ما فيش احسن منك انت ونيجي نتكلم معاك ونناسبك وناخد بنتك ان شاء الله. صاحبي ده يا ابو، رد عليه رد عليه. الو، عامل ايه؟ لا شويه وان شاء الله باذن الله اتكلم شويه. افصل عليه افصل عليه وبعدين نتكلم بعدين. والله يا بردوان ما الاقي احسن منكم، بس التليفونات الحلوه دي ده شكله مش من هنا، من بره ده. طب محمد التليفون اللي معاك ده مش من هنا اصلا، التليفون ده جاب الواد من الخارج وجابه بمبلغ. انت مبلغ والله يا باي. التليفون ده بيشتغل زي ما انت واخد بالك بالذكاء الاصطناعي. شايف انت الانتنه اللي في ايدك دي؟ والله شايفها بردوان. طب ده بيشتغل برصيد ولا من غير رصيد يا بردوان عليك؟ محمد التليفون اللي في ايدك ده شغال من غير رصيد ومن غير شحن ومن غير شرايح كمان. وما ماله بردوان مسكت التليفون ده؟ وسخن جوه ليه من ورا البطاريه كده؟ ده هو النوع الحديث ده، انت عارف النوع الحديث يا اخوك؟ شوفه برضه كده. النوع الحديث ده وريني يا ابن الحلال. التليفون ساخن فعلا والله. انت جايبه منين يا ابن؟ شوف التليفون. ايه يا عم ده، جبته منين؟ فرقع ده يا ابوك. فرقع فرقع كيف؟ ده بطاريته سخنت. ارمي من التليفون يا ابن الحلال. بص يا ابو محمد، والله الموضوع اللي حصل ده وموضوع التليفون ده احنا مالينا يد فيه. الواد جايب التليفون زي ما هو كده من الخارج، وممكن تكون الشركه يا ابن الحلال هي اللي فجرت التليفون، يكون حاسين بموضوع النسب بتاعنا ده. يا ابو محمد ده انت دخلت عليا دخله كنت هتموتني. الكلب مات يا عم. انا كان على الكلب. جيب لك غيره. جيب لك كلب احسن مني يا عم. انا على الطلاق ما نسيب. ده انت عليا دخلت عليا دخله موت الكلب كنت هتموتني. يا راجل ما تسالش، واحنا مش قاعدين على الطلاق. ما انا قاعد معاك. يلا يا عم. ايه يا عم.